انا من اول غالية بنعالي الله ما كانش في انترنت زي دلوقتي ما كانش في تلفزيون زي دلوقتي كان عندنا طول اليوم ما عندناش حاجه نعملها بعدين بقوم ارقص لهم شويه كده واقعد انكش في جدتي وانكش في امي وجارتنا جت ومش عارف فيلم حي طول الوقت انه ده لما اطلع على المسرح ده يبقى عادي جدا ما انا مجربه بقى وعامله بروفات طول حياتي بحب كلمة حكاءة عشان هي اللي بتشمل كل حاجة انك تكون حكاء وفجأة وانت بتهزر بتقول حكاية وانت بتغني بتقول حكاية وانت بترقص تعمل كده وتقعد تنكش كده وبتاع ده حكاية ده على ده على ده على ده انت اللي هتحكي له الحكاية لما بتتغني ام كلثوم مش انها شجاعة ولا حاجة انها بتشجع اكتر من الناس لا بس لما فعلا كانت حفلة من اولها لاخرها لام كلثوم وفي مصر كمان فجأة كده قبل ما اطلع المسرح كنت محتاجة شجاعة انا عايزة اشوف هي سابت فينا ايه وده اللي بدور عليه لما بغني ام كلثوم فقعدت توزيع ام كلثوم عشان تبقى عامله زي الدندنه فرقه ام كلثوم مثلا بتاع الاوبرا مش هطلع معاهم اغني ام كلثوم مش هعمل كده خالص عشان ساعتها هيبقى في مقارنه يا حبيبي يلا نعيش بعيون الليل يلا نعيش ناس لمت عليا كتير الحاجات ما بتوصلش يعني مأثرة فعلا هو ده اللي خلاني أطلع من البيت وأروح أدور على منتج عندي ألبوم مصري في كذا قصيدة تجنن تيجي أنت تقولي لا ما فيش سوق لده أو تقولي السوق طالب منك 3 دقايق حاجة خفيفة كلام كتير فنفسي ألاقي طريقة كده بتوصل الحاجات وبعدين الناس تحكم عجبها ما عجبهاش ترميها ما ترميهاش وفي تعليقات بتيجي في أوقات بكون مش عارفة محتاجاها بجد بتيجي بحب لما يكتبوا الغالية لو كتبوا الغالية خلاص ده بس كده احنا بنتكلم لغة واحدة الأرض بتتكلم عربي الأرض كان معها حق والله الله يرحمه سيد مكاوي